السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وكاملين بكم على خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم كيف كتشوفوا جبت لكم تكملة ديال الجلابة اللي خدمت معكم في الأورنج. بالنسبة للناس اللي ما شافوش الجزء الأول أنا أخليه لكم في صندوق الوصف، وفي نفس الوقت غنجاوب على بعض التعاليق اللي بالخصوص الجزائر والمغاربة اللي دخلوا عليا، لا من المغرب ولا من الجزائر، كيكتبوا لي تعاليق اللي هما ماشي مزيانين. بالنسبه للمغاربه كيقولوا لي، كاين اللي كيقول لي الله يقطع لك يديك، علاش كتعلم جزائريات؟ الجزائريات عندك هنا بزاف. وكاينين الجزائريات اللي كيدخلوا ويقولوا يا السراقه، انتينا سرقتي لنا هذا الشيء ديالنا، وانتينا كتعمل هذا الشيء وكتقول بلي هو المغرب وهذا الشيء ماشي المغرب. مهم عرفتي واحد النوعيه دخلت لعندي خصوصا البارح، ولي البارح دخلوا عندي بهذا الشيء هذا، ما عرفتش واش شي جروب ولا شنو واقع بالضبط. انا في التعليم ديال في القناه ماشي كتهمني غير المشاهدات ولا شي حاجه اخرى، اللي كيهمني هو انني نعلم الوحده وتكون مقيده وتكون تقدر تخدم وتصرف على راسها وتكون ما محتاجه لحتى شي واحد في هذه الدنيا. بحال اللي كتعرفوني وخصوصا الناس اللي انا متبعين لي من الاول، انا الهدف ديالي هو ان المراه ما تكون محتاجه لحتى شي واحد باش يصرف عليها. هذا هو الهدف ديالي من هذه القناه. اما كنت هي كنعلم وخصني غير المشاهدات، كنت غنعلم فقط بدون ما نهضر ولا نعطي بعض النصائح للواحد اللي هما مهمين ويقدروا ينفعوا في حياته. وحاجه اخرى، انا كنلعب حتى الدور ديال ان الوحده تكون ثقه في راسها وفي نفس الوقت تعتمد على راسها باش ما تخلي حتى شي واحد يطلع عليها، دائما كتكون هي مقيده. وفي نفس الوقت كنعلم ان الوحده مين تبدا شي مشروع ولا شي حاجه ما تخافش بالمره وما تيأسشي، حيت في هذا الزمن اذا يأستي ولا فشلتي رانتينا مشيتي. واللي بغيت نقول لكم هو انني انا ماشي من العاده ديالي انني نحكم على شعب كامل. مثلا بعض الجزائريات ماشي مزيانين، لا انا نحكم عليهم كاملين، ولا بعض المغاربه ماشي مزيان، لا نحكم عليهم كاملين. الله خلق وفرق في ممشيتي، كاين المزيان وكاين العيان في اي دوله. ونزيدكم حاجه اخرى بالنسبه للتعليم، راه جميع الدول كيعلموا، يا الجزائر عنده الثقافه ديالهم حتى هما، ولا المغرب ولا تركيا ولا تشينوس وبزاف بزاف ديال الحاجات النصارى. المهم جميع الدول نحو العالم كامل كيعلموا. بالنسبه للتنبات والطرس، كل واحد ويدو وكل واحد والتعليم ديالو وكل واحد والفكره ديالو. كاين اللي عنده فكره مزيانه، كاين اللي عنده فكره ماشي مزيانه. مهم حنايا خدامين وكنعلموا، وانا يكون ليا الشرف ان يكونوا عندي متتبعين نحو العالم كامل. ما عندي حتى شي مشكل بالمره، غير الله يهدي بعض الناس كاينين اللي كينوضوا الفتنه، لا من ناحيه ديال الجزائر ولا من ناحيه ديال المغرب. واللي بغيت نقول لكم هو حاولوا انكم ما تعملوش الفتنه وتنوضوا المشاكل ما بيناتكم. العكس، راه المغرب والجزائر راه خوت، والثقافه ديالنا تقريبا راه مشابهه، ماشي شي حاجه اللي بعيده على بعضيتها. مثلا حنايا عندنا قفطان، هما عندهم البلوزه، حنا عندنا جلاب، هما عندهم، مهم عندهم بزاف ديال الحاجات، عندهم الحلوى، كل واحد عنده حاجه ديالو. علاش حنايا نبقاو ندفزو ونوضوا الصداع والمشاكل؟ واللي لاحظت ماشي غير عندي في القناه، لاحظت بزاف ديال القنوات، منهم القناه ديال اختي حتى هي نايضه نفس المشكل ديال هاد الصداع هذا. لذلك حاولت انني نعمل هذا الفيديو ونهضر على هذا الشيء هذا، وكنتمنى زعما تقبلوا مني هاد الهضره هذه. غير شنو، دائما حاولوا انكم ما تعمموش لا من ناحيه الجزائر ولا من ناحيه ديال المغاربه. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي بلي كتفتش غير على المشاهدات، عليها كتبين جلالب وكتعلم الناس، انا كنت نفتش على مشاهدات، عطى الله الخير ما تعمل بزاف ديال الحاجات اللي كيدخلوا المشاهدات اللي ماشي هما الخياطه. واذا لاحظتوا مشيو غير للطوندوس وشوفوا واش كاين شي فيديو ديال التعليم كيطلع في طوندوس، ولا غير الفضائح وغير الحاجات اللي ماشي مزيانين. بالحق كل واحد والتربيه ديالو، وكل واحد والنفسيه ديالو. ودابا غنكمل لكم على الشرح ديال الجلابه، وغير سمحوا لي على هذه المقدمه اللي هي طويله شويش اللي كنشرح فيها هذا الشيء، حيت جاوني بزاف ديال التعليق اللي ماشي مزيانين بزاف، وما بغيتش ندخل فيهم بالتفاصيل. دابا هنايا كيف كتلاحظوا كنخدم جوهر المهرس وجوهر المكور.
على حسب. دابا بحال هنايا حاليا كنخدم جوهر اللي هو داك المكور اللي هو صغيوار، كنخدمه مع الزمرد. من بعد ما خدمت الزمرد دابا كنخدم هاد الشريطات هادو. وبطبيعه الحال راه اي واحد شاف معايا الفيديو الاولاني راه يكون شاف الرشيمه مزيان والخدمه مزيانه. بالنسبه لداك الزواق اللي خدمتها هي الاولى، راه خدمت الثانيه بحالها والثالثه غير الوريده بوحديتها. علاش خدمت هاد الشريطات هادو ديال المهرس مع الزمرد؟ باش يعطيو واحد الشكل اللي هو مزيون. انا في الاول كنت خدمت غير الزمرد بوحدو، بالحق لاحظت باللي من احسن اذا زيت حتى هاد المكور والمهرس. وبالنسبه للجلابه كامله راه انا قلت لكم كنت طرقتها غير بالماكينه، وغنخدمها بجوهر المهرس غنخدمها كامله. ودابا ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي ديالها حتى الغدا ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي، وغدا ولا بعدو على حسب فوقاش نكملها. وبالنسبة لهاد الزواقة راه هادي كتجي في نص السوق، بطبيعة الحال رانا خدمت معاها الهديبات، والهديبات نوريكم كيفاش كيتلصقوا. الحق بطبيعة الحال انا خدمتهم معاكم في واحد الفيديو اللي فايت، كنت خدمت معاكم الهديبات كيفاش يجيو، وجات هاد الزواقة على شكل راندا هنايا في الوسط. المهم خلي لكم باش تكملوا الفيديو، وكنظن ان الفيديو شارح نفسه بنفسه. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم، ونكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. وشكرا بزاف على التعاليق ديالكم اللي مزيونه واللي كتفرحوني بها والهلي خطيكم عليا. وباي باي مع السلامه الى فيديو جديد ان شاء الله وفرجه ممتعه.